نحن اليوم يعني واجهنا اتهام يعني هو حقيقة مش اتهام يعني بدعي يعني بالباطل، إنما نظري كون نحن عنا زميلنا يعني أسند له خطة يعني سمي معتمد في بومهل، إلا أن يعني والي بن عروس رفض هذا التنصيب بتعلة أن لديه مشاكل مع وزير الداخلية، بل أكثر من هذا صرح قائلا برا يمشي الوزير الداخلية يجي نصبك هو. إذن هناك تطاول يعني لمؤسسة الدولة وتطاول على تطبيق القانون، وهناك تجاوز جائر، ويعني هناك يعني مظلمة حقيقية يتعرض لها زميلنا يعني سي كمال الماجري يعني الأثر رفض يعني ولي بن عروس هذا التنصيب والإذن رفض تطبيق القانون ورفض الإذعان إلى قرارات يعني من أعلى من أكثر منه سلطة أكثر منه درجة. إذن نحن موقفنا كان اليوم وبياننا كان واضح، هذا ولي يعني يخدم وحده، يخدم في إطار دولة فص دولة، هو ليس ابن مسار 25 جويلية. إذا نحن كنا قدناه ومزنا ننقدوه وطالبين يعني من رئيس الجمهورية ومن السيد وزير الداخلية بيتحملوا مسؤوليتهم يعني ويعني تغيير هذا الوالي في أقرب الأجل.